بطولة صراحة كويسة جدا، حلوة ان هما دخلوا بنات في بطولة كرة القدم، مش حاجة بتحصل كتير، دخلوا بنات وانبسطنا قوي كلنا، ورغم الخسارة طلعنا مبسوطين بالمركز الثالث الحمد لله. والبطولة حاجة جديدة بالنسبة لنا ان احنا كنا نلعب بعض في الساحل في العلمين، فاستيفال معروف وكبير، ويعني حاجة كانت صراحة كويسة جدا. مكان حلو والغنية شغالة في الباك جراوند اللي هو موتيفيشن حلو قوي بصراحة، واللعيبة هنا بيلعبوا كويس قوي وما شاء الله يعني بصراحة. Very nice الاكسبيرينس جديد، بقى في opportunities اكتر للبنات في كرة القدم، وحاسه الاورجنايزيشن حلوه قوي والبلاننج حلوه قوي. دوري ابطال الساحل احنا نظمنا من اسبوعين دوري ابطال الساحل للرجال، والنهارده بننظم دوري ابطال الساحل للسيدات برعايه مهرجان العالمين والشركه المتحده. ويمكن دايما بنقول ان الاجواء اللي موفرها المهرجان واللي موفراها الشركه المتحده مش هتلاقيها في اي مكان، مش هتلاقي ملعب بالجمال ده، مش هتلاقي ملعب على الفيو ده. فدايما لما بنانونس او بنعلن انه في بطولات فود فيت هتنظمها هنا بنلاقي اقبال كبير جدا سواء للرجال او للسيدات. صراحه التورنمنت كويسه قوي، هي حلوه قوي بجد، اتس فيري فن. بس هو يعني احنا يعني اخذنا رابع، بس هو الحمد لله يعني هي حلوه جدا وفيري اورجنايزد وفي جو حلو قوي وكده. البطوله يعني منظمه بطريقه كويسه قوي، وكمان العالمين فاستيفال نفسه كله حلو وفي حاجات تانية بتحصل، فكله الجو جميل جدا. هو البطوله يعني جميله جدا، اجواء حلوه زي ما انت شايفه، من اجواء الجو نفسه، روح البنات بينها وبين بعضها، قوه الماتشات، المدربين على الخط بيتفاعلوا ازاي، بقالنا يومين من الصبح لغايه بالليل. طبعا يعني بطوله متعبه، ولكن انا بشكر يعني الناس اللي كانت مقيمه على البطوله دي، وان شاء الله عايزين نكررها ونستمر فيها. طبعا مدينه جميله جدا واحنا اتبسطنا قوي، بقالنا يومين